يقول: من هم أهل الفترة؟ وهل في زماننا هذا أهل الفترة؟ وما الحكم فيهم؟ أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم يبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب، فالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب. ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلا مثلا عن العالم أو بعيدا عن المسلمين ولم تبلغه دعوة، هذا يلحق بأهل الفترة. إذا كان يعيش بعيدا عن الإسلام وعن المسلمين ولا يسمع بشيء ولم يصل إليه دعوة، هذا يلحق بأهل الفترة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما حكمهم فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.